السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الابتدائي في درس جديد من دروس منهج كونكت. إن شاء الله هنبدأ النهاردة يونت 4 الوحدة الرابعة اللي هي بعنوان Time to play sports. Time to play sports time معناها وقت، play يلعب، sports الرياضة يعني وقت ممارسة الرياضة، وقت لعب الرياضة. نبدأ بلسن 1 الدرس الأول بتكلم عن سبورتس، ألعاب رياضية سبورتس. من الألعاب ديت تنس لعبة تنس، فوتبول، أخذنا كلمة فوت قبل كده معناها قدم، بول كرة، فوتبول كرة قدم، كاراتي لعبة كاراتي بالعربي كاراتي لكن بالإنجليش كاراتي، سويمينج اللي هو سباحة سويم، نكتب سويم. بعدين ام تانية ing swimming سباحة، basketball كلمة basket لوحدها معناها سلة، ball كرة، basket مش basket لا basketball كرة سلة، team فريق، team long e عشان a silent فبالتالي ال e طويلة، team فريق، fun ممتع أو مرح، fun playground لوحدها يعني يلعب، ground أرض، playground ملعب المدرسة، hard صعب حسب كلمة difficult برضو صعب معناها difficult صعب، عكسهم easy يعني سهل، طبعا علامة العكس easy easy يعني سهل، hard صعب، fast سريع وعكسها slow يعني بطيء، break time وقت الفسحة، إذن فسحة معناها break مش break. درسنا في يونت 2 أو 3 تقريبا، يونت 2 قلنا إنه الفعل كان بمعنى يستطيع يقدر، لما تتكلم عن شيء أقدر أعمله أقول can I can swim أقدر أستطيع أن أعوم، I can write my name أقدر أكتب اسمي، كان يستطيع. أما can't عكسها معناها لا يستطيع، كانت لا يستطيع. بعدهم الفعل في المصدر يعني الفعل بدون أي إضافات، لما أقول I can read أنا read أقرأ كفعل بدون أي حاجة، ما ينفعش I can read ولا reading، I can read بس أستطيع أن أقرأ، يبقى can أو can't بعدهم الفعل في المصدر يعني الفعل بدون أي إضافات بعد أصل الفعل يعني ما نصح. النهاردة asking about ability، قلنا بكده talking about ability للحديث أو الكلام عن الاستطاعة أو can أو can't أقدر أو ما أقدرش، لكن السؤال عن about ability السؤال عن الاستطاعة أو can بس في الأول، can في أول السؤال نوت نبدأ بcan يعني هل تستطيع، can you can he can she can they can أحمد can محمد can أي الفعل أي كان الفعل بعد كان يمشي يعني، كان بعدها الفاعل وهي أو she أو it أو they أو we أو you أو أحمد أو محمد أو boys أو girls أي كان الفاعل الاسم اللي بعد كان مثلا we وبعدين infinitive يعني الفعل في المصدر يعني الفعل بدون أي إضافات بعدين، can you play can you swim can he write can she read، إذن can بعد فاعل وبعدين الفعل في المصدر بمعنى هل يستطيع. مثلا لما يكون سؤال بكان هل، أي سؤال بهل في الإنجليش أو في أي لغة إجابته أو لا، أيوة أو لا، في الإنجليش yes أو no. هنشوف كده مثال، can you throw the ball can هل معنى يستطيع، لكن في السؤال في أول السؤال بمعنى هل أنت عشان you معنى أنت، can you throw the ball هل يمكنك رمي الكرة، هجاوب yes أقول مثلا yes ونعكس you تحول في الإجابة إلى I yes I can نعم أستطيع. أما لو هقول no هقول no I can't لا أستطيع، إذن كان في الأول معناها هل إجابتها yes أو no وحسب الفاعل اللي عندك الفاعل you في السؤال وحول إلى I في الإجابة، can you throw هل أنت تستطيع أن ترمي الكرة، الإجابة أيوة أنا yes I can نعم أستطيع أو no I can't. مثال آخر can you kick the ball كان قلنا معنى يستطيع لكن في الأول معناها هل تستطيع أنت عشان الفاعل you، لكن لو كان بعدها he can he هيكون السؤال معناها هل هو يستطيع،
كان شي هل هي تستطيع؟ كان أحمد هل أحمد يستطيع؟ كان يمكنك ضبعه هل يمكنك أن ترك شوت الكرة؟ No طبعا يتحول إلى I فبالتالي we know إذن can't no I can't هنقول yes هقول yes I can إذن yes I can no can't yes can no بعدها في النفي can't لا أستطيع. Look read and match انظر واقرأ وصل نوصل الكلمة بالصورة المناسبة. Number one football football كرة قدم. Number two karate karate لعبة كاراتيه. Number three basketball basketball كرة السلة basketball اللي هو number three. Listen and circle اسمع استمع وضع دائرة. Swimming قلنا swim الفعل swim معناها يعوم أو يسبح لكن swimming الاسم النوع منها معناها السباحة swimming اللي هي الصورة دي. Team team فريق team الصورة دي. Kick كيك عدناها في اللونت اللي فات معناها يركل أو يشوت كيك يشوت الكرة الصورة دي. Look and circle انظر وضع دائرة حسب الصورة دائرة عند كلمة الموافقة للصورة الصورة throw kick throw kick طبعا هنا بتعمل throw throw معنى يرمي. Number two basketball playground الصورة ملعب basketball كرة السلة playground الملعب يبقى playground. Number three karate swimming karate swimming طبعا karate لو karate swimming السباحة. Number four team sport sport رياضة team فريق. Look and scramble and write انظر ورتب أول صورة صورة الفوتبول football foot foot F O O T بعدين ball B A double L L L الصورة الثانية رياضة الكاراتيه اسمها بالإنجليش كاراتي كاراتي نكتب كاراتي K A R A T E كاراتي. آخر صورة كلمة sport sport S P O R T sport مش sport sport. Look read and write انظر واقرأ واكتب. عندك هنا السؤال ده لسه جديد عليك السؤال ده صورة وتحتيه سؤال تجاوب على السؤال حسب الصورة اللي عندك. الصورة ولد بيعوم can you swim احنا قلنا كان بمعنى هل you انت can you swim هل أنت تستطيع أن تسبح؟ طبعاً حسب الصورة أقول السؤال بتاع كام اللي هو هل الإجابة yes أو no هنا حسب الصورة أقول yes yes نعم و yes بعدها comma دائماً yes أو no بعدهم إيه comma الفاصلة دي yes ونعكس you في السؤال تحول إلى I في الإجابة yes I can نعم أستطيع yes I can نعم أستطيع. السؤال الصورة الثانية can you play tennis can you play tennis هل تستطيع ان تلعب تنس حسب الصوره هقول no no ونعكس يتحول طبعا no بعدها comma no يتحول الاجابه الى I وكان هتكون can't ليه can't عشان طبعا no قلت no في الاجابه يبقى هتكمل بالنفي no I can't لا استطيع. read and circle اسمع وضع دائره. I can throw throw يعني يرمي يرمي the ball الكرة. My favorite sport is الرياضة المفضلة عندي basketball. My هنا تكلم عن sport إذن الصورة دي تكلم عن الفعل يرمي إذن يرمي الكرة. Copy the following sentence نكتب الجمل بخط حلو ناخد الجملة الثانية ديت we can play or help you we طبعا الحرق السطر الأساسي اللي عندنا نكتب نوقف عليه اللي هو التالت ده W capital الحرف الكابيتال أو الحرف اللي شرطة كده لفوق بيطلع على السطر ده أما الحرف اللي ليه ديل كده لتحت زي حرف الواي كده بينزل على السطر ده باقي الحروف كلها بين السطرين دولت أول حرف حرف W W كده أهو السطر ده بين السطرين وبعدين يطلع فوق تاني أهو بعدين V حرف الإي كده أهو بين السطرين ونقفلهم فوق زي حرف السي وبعدين can السي بين سطرين والA بين سطرين والN بين سطرين
هنلاحظ ان كل كلمه لوحدها حروفها لوحدها وبين كل كلمه والتانيه في مسافه، مش كله جنب بعضه. الحاجه اللي جنب بعض بس الكلمه وحروفها، حروفها بس مع بعض، لكن بين الكلمه والتانيه في مسافه، بحيث ان لو حد غيرك يعرف يقرا اللي انت كاتبه ايه. We can help. help اللي هي الشرطة اللي فوق، فالسطر ده كده اهوت، السطر اللي تحت وي نكملها بين سطرين، وبعدين حرف الاي زي السي بين سطرين نقفلها كده من فوق، والال نفس الكلام من فوق ولتحت السطر الثالث، والبي بقى عكسها من هنا ولتحت السطر ده. اظن كده واضح. وبعدين يو حرف الواي زي اليو بين سطرين، وي ليه كده ديل من تحت وسطر ده، وبعدين او بين سطرين ويو برضو بين سطرين، وكده الجملة خلصت. أتمنى يكون الشرح عجبكم. ما ننساش نعمل لايك على الفيديو وسبسكرايب في القناة وكومنتس وشير وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.